زي ما كل حاجة بتبتدي حلوة وزينة، بعدين بتتحول لحاجة مسخة ملهاش طعم. الولد ما بقاش ولد، بقي ديب، والديب عمره ما كان طيب ولا بيطيب، بينهش وينهش وينهش بس. والبت ما عادتش بنت، مع انها لسه صغيرة، بس عرفت اللي بتريده الديابة، ولاجل ما تأمن شرهم سبت لهم اللي هم رايدينه، وبقت تشوف الدنيا بشكل وطعم ولون غير اللي كانت فاكراه قبل كده. عارفه يا بت، لو شربت السيجاره دي مش هتسليها ابدا. لا ما بحبهاش. ولو قلت لك عشان خاطري؟ عشان خاطرك اديك عيون، بس انا ما بحبهاش. بس انت جربيها هتكسري. وانا عمري دريتك قبل سابق؟ لا مش القصد، بس مش عاوزه. بقول لك لاجل خاطري، لاجل خاطري بجد بتخنق منها. اكديه ماشي، بس اني زعلان. لا خلاص ما تزعلش، حقك علي. ها اهو انت كده حبيبتك وانت حبيبي. معلش ده عشان اول نوبه بس، بعد كده هتاخدي عليها ومش هتكح. يا عم اسحبي اسحبي نفس كمان بس كده. حبيبتي 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 حبيبتي، راضي عني يا حسني؟ حبيبتي جبت اللي قلت لك عليه؟ ايوه جاب. كحلال عليك يا ولد ابوي. بقول لك ايه، لو عوزتها تاني هتجيب لي جزازة وحتة حشية زي دي. ليه؟ هي مين يعني؟ ياض البت تحدي تلقى ياض، وكل الرجالة هنا نفسهم تبص لهم بعينيها بصة واحدة. خلاص لو عوزناها تاني يبقى نجيب لك إزازة وحتة حشيشة زي دي، بس لما تبقى تعجبنا الأول. أوعى ياض أختك تقول لها، إلا أبوها يعرف يقتلني. تمام. لا تمام. يلا خش أنت وأنا أروح أظبط راسي. ربنا معاك يا ولد أبوي. وقلبي من حبك دك دك، وقلبي منك دخ ودك. سي حسني ولع لي واحدة تاني. هولع لك واحدة تاني. واحدة تاني. يا انت مين؟ انت مين؟ اتفضلي يا وزة، قست الشهر ده. تسلمي يا مدام، من يد من عدمها. بصي بقى يا مدام، انا النهارده جايبه لك بضاعه حلوه قوي، شويه قمصان نوج ايه مدندشه وحلوه قوي، لسه نازله السوق. لا 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 انا ماليش في الحاجات دي. الله ليه بس يا مدام؟ هي يعني الواحده مننا ما تدندش وتدلع نفسها غير لما يكون في راجل؟ يا اختي دلعي نفسك، قطعه الرجاله وقطعه سيرتها. بص يا وزه، عايزه افهمك حاجه كويسه قوي، انت بياعه وانا زبونه، يعني لازم يكون في مسافة بين البياع والزبون. سامعة؟ قلتلك مش عايزة، خلصت. أنا آسفة يا مدام، أنا والله العظيم ما أقصد. استغفر الله العظيم. بس بقولك إيه يا مدام، أنت النهاردة متعصبة وفي حاجة مضايقاكي. آه أنت مش على طبيعتك، في إيه قوليلي؟ والله معاكي حق يا وزة، أنا النهاردة مش مبسوطة خالص وما عنديش استعداد أشتري أي حاجة. خلاص اللي يريحك، المهم أنت بس رواقي دم، مفيش حاجة مستاهلة. مساء الخير. اهلا يا حبيبي، حالا هحضر لك الاكل. وانت يا وزه ابقي مري عليا وقت تاني. عينيا الاتنين يا ستان. ازيك وزه؟ مش كده؟ ايوه. انت بالك قد ايه شغاله دلاله وزه؟ انا بقالي 3 سنين. حلو ده. طب انت مش نازله؟ تعالي تعالي اخدك معايا في الطريق. تغريد
تعمليش اكل بقى، انا عندي مشوار. ها ما يلا. حاضر حاضر صحتك يا باشا. والله ما مصدقه نفسي، كتير قوي يا باشا. هتاكلي ايه؟ يا لهوي عليا، يا نهار اسود. يعني انا اكون قاعده في مطعم حلو قوي كده مع حضره الظابط، وكمان بيقول لي هتاكلي ايه؟ مدد يا طهره مدد، والله العظيم زيارتها بركه، تروح تطلب اي حاجه تتحقق على طول. وانت قاعده في حضره بنت، في ايه مالك؟ ايوه انا قاعده في حضره الظابط ومع حضره الظابط. خلاص المكان كله عارف ان انا زفت ظابط. برافو برافو. وزه طبيعه المرحله الجايه السريه والكتمان، وانت شكلك مالكيش في الحاجات دي اساسا. لا والله العظيم يا باشا، ده انا كل صحابي بيقولوا عليا انها كتومه قوي. اه والله كلهم بييجوا يحكوا لي ما بطلعش كلمه بره. قول انت بس عندك مشاكل ايه واحكي لي سرك في بير. سري في بير؟ ربنا يستر. شكرا. في وقتك في وقتك. انا عايز كالوبانيه وعصير ليمون. نعم الله، هنخلي كلام الحكومه؟ لازم نفس كلام الحكومه، اللي يقول عليه الباشا يمشي زيه بالظبط. معلش معلش والله العظيم يجهلك، والله العظيم يجهلك. ما اعرفش انك ظابط، اصل انت لا مؤاخذه يعني لابس بدله وشيك كده، مش زي الظباط يعني حاطين الجناحات اللي هم هنا. خلاص خلاص خلاص. بصي بقى، انا عايز اطلب منك طلب. هطلب منك شويه حاجات في الفتره الجايه دي ليها علاقه بشغلك. طمني يا باشا، هنعرف مين ليها علاقه بشغلك تحت امر، بس يعني المؤاخذه يعني انا شغلي كله في الحريم. بس والله العظيم لو انت عايز بيت الرجال او افصل لك اجيب لك قماش من موسكي حلو قوي، فيه قماشه حلوه قوي ومخطط ومقلم حلو قوي، قول لي بس امتى ابعت لك الترز ياخد المقاسات واعمل لك بدل حلو قوي. مبدئيا الحاجات دي ملهاش دعوه بيا انا. الطلبات اللي هطلبها منك دي ليها علاقه بالبلد. يعني البلد هتاخد مني طلبيه كلها؟ هي طلبيه كبيره قوي. بس بص يا باشا بقى، بما انك انت ظابط اكيد هتعرف تجيب لي الطلبيه قد ايه، يعني البلد كلها فيها كام واحد ولا كام واحده عايزين طلبات، وهات لي بس المقاسات، وعايزين منقط ولا منقوش. وزه وزه، انت بتشتغلي ايه؟ انت بتمتحني صح؟ ما انت عارف في الدلاله. حلو قوي، يعني معنى كده بتدخلي بيوت ناس كتير. ايوه تمام. انا بقى هطلب منك بيوت معينه تدخليها. تمام تمام. جيب لهم جلاليب وقمصان. انا مش عايز تهبال، تسمعيني كويس وتركزي معايا كويس. حياتك هتمشي طبيعيه، وشغلك كمان هيبقى طبيعي، بالعكس هكبرهولك واساعدك فيه. انما في مهمات معينه هطلبها منك في اوقات معينه. يعني لا مؤاخذة يا باشا والنبي وحقك عليا وما تزعل عشان خاطري. هو انا مش فاهمه حاجه، وانا هعمل ايه بالظبط؟ يعني هشتغل ايه؟ بص كل حاجه وليها وقتها، مش عايز اسئله كتير. حاضر. بس يعني انا ابتديت اتوغوش، يعني الموضوع كده مش فاهماه. انا خايفه قوي يا باشا. ما تخافيش، اللي معانا ما بيخافش الا لو غدر. عندك حق. بس غدر ايه؟ هو صحيح انتوا اللي تخوفوا؟